يقول كيف يكون الاطباع في الطواف؟ الاطباع يكون في أول طواف تطوفه للعمرة. إذا قدمت للعمرة فإنك تطبع، بمعنى أنك عند الشروع في الطواف تجعل وسط الرداء تحت كتفك الأيمن، وتجعل طرفيه على كتفك الأيسر، فيكون الأيسر مستورا بطرفي الرداء، ويكون الكتف الأيمن مكشوفا وقت الطواف فقط. أما إذا انتهى الطواف فإنك تعيد الرداء على كتفيك. نعم.